السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام في هذا البث المباشر الليلي للحديث إن شاء الله عن الأداء المتميز للاعبي نهضة بركان بالمنتخب الوطني المحلي، ويتعلق الأمر بعمر نمساوي اللي كما شفتو تألق أمس وقدم مستويات كبيرة في الجهة اليمنى في الدو. طبيعة الحال هذا الأداء اللي خلى مجموعة من الصحفيين المرموقين في المغرب وكذلك خارج المغرب يتحدثوا عن ربما إمكانيات أن النمساوي عمر نمساوي المدافع الأيمن نهضة بركان يلعب بالمنتخب الوطني الأول، وهذا الأداء كان تحت أنظار وحيد خليلوفيتش الذي حل بمدينة بركان أمس لمشاهدة انتصار المحلي بثلاثية نظيفة أمام المنتخب الجزائري في لقاء مدوي بين الأشقاء المنتخب الوطني المحلي وكذلك المنتخب الوطني الجزائري المحلي. كذلك تألق بالأمس الوسط الدفاعي ديال فريق نهضة بركان والوسط الدفاعي ديال المنتخب الوطني المحلي العربي الناجي الذي بصم على مستويات كبيرة كبيرة جدا، وإلى جانب العربي الناجي وانتم شفتوا التألق ديالهم بالأمس صراحة شيء يثلج الصدر ويفرح لهم لأنهم يعني ركائز فريق نهضة بركان. طبيعة الحال تجربة وخبرة ديال نهضة بركان في يعني القلاع وكذلك الأدغال الإفريقية التي ركمها هذين اللاعبين أثرت عليهم بشكل إيجابي مع المنتخب الوطني المحلي. كذلك كان بالأمس يعني زهير العروبي كان شونجمو ديال أنس زنيتي، والصراحة أنس زنيتي قدم مستويات كبيرة أمس، وزهير العروبي كذلك يقدم مستويات كبيرة مع المنتخب الوطني وكذلك مع فريق نهضة بركان في البطولة وكذلك في كأس الكونفدرالية الإفريقية. بالأمس كان كذلك زيد كاروش هو المقدم زيد كاروش وسط الميدان الهجومي، كانوا في التريبيل طبيعة الحال، كانوا في ما كانوش في الليست الرسمية، ربما في قادم الشهور وقادم الأيام تكون الرسمية لهذين اللاعبين المتألقين رفقة فريق نهضة بركان لكرة القدم. بالأمس الجماهير البركانية جماهير الجهة الشرقية التي حلت بالملعب البلدي لمدينة بركان قدمت صورة مثالية، صورة رائعة عن الجهة الشرقية، وانتم شفتوا تفاعل بدر بانون مع الهدف ديالو الأول، والقلب ديالو أعطى القلب ديالو الجماهير البركانية، يعني هادشي عنده دلالة كبيرة. ما ننساوش كذا كان أن اللاعب لعب بركان، لعب مدافع في بركان وتألق في بركان وبان في بركان، عاد مشى للرجاء البيضاوي مكان بريتي عندنا. طبيعة الحال المعقل ديال الملعب البلدي لمدينة بركان معقل، يعني الفرق أو مقبرة الفرق اللي كتجي هنا ديما كتنتصر عليها إما فريق نهضة بركان، وبالأمس شفنا كذلك الفريق الوطني المحلي. كذلك التنظيم بالأمس كان محكم، تحية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وتحية كذلك لإدارة نهضة بركان والقوات العمومية والسلطات المحلية والسلطات الإقليمية والسلطات الجهوية، كذلك الأجهزة العسكرية والشبه عسكرية وكذلك القوات المساعدة والوقاية المدنية وجهاز الأمن الوطني اللي قدموا يعني، والأمن الخاص كذلك اللي كان. طبيعة الحال هنا نتحدث عن يعني الشركة الخاصة اللي كانت سهرت على الأمن الخاص بالملعب البلدي، نتحدث عن الشركة ديال مدينة بركان. أما الشركة الأخرى فيعني التعامل ديالها كان ربما شوية فيه نوع من الخشونة اللي ما غاديش نتحدثوا عليه. طبيعة الحال نتحدثوا على المنتخب الوطني، ما غاديش نتحدثوا على الأشياء كذلك. طبيعة الحال بالأمس شفنا حضور عدة شخصيات مدنية وعسكرية، شفنا حضور السيد فوزي القشعري رئيس الجامعة، السيد الوزير الشباب والرياضة، السيد كذلك والي الجهة الشرقية، وشفنا كذلك حضور الأجهزة الجهوية العسكرية وكذلك ديال القوات المساعدة وديال الوقاية المدنية، وشفنا يعني مجموعة من الأشياء التي تثلج الصدر وتعبر عن يعني الحفاوة الاستقبال، وعلى كذلك جاهزية الملعب البلدي لمدينة بركان لاحتضان التظاهرات الرياضية الكبرى بالمغرب. طبيعة الحال الأرضية من الجيل الرابع، يعني جميع الأجهزة الإلكترونية كذلك ليفيستيار لوجيستيك كل شيء كاين طبيعة الحال بالملعب البلدي لمدينة بركان. بالأمس شفنا الأداء ديال المحلي يعني رائع، خاصة في الشوط الأول رائع، ثلاثية مدوية
انتصرنا بيها الفريق الجزائري بحضور مدرب المنتخب الوطني الاول الجزائري جمال بلماضي اللي شفناه حضر امس. اذا نتائج كبيره وتبقى للتاريخ، والتاهل هنا من معقل بني زناسن تبقى للتاريخ كذلك بالنسبه للمنتخب الوطني المحلي. مجموعة من الأشياء اللي كانت إيجابية أمس، ويتقدمها بطبيعة الحال الجمهور البركاني اللي كان رقم واحد، شجع ودار تيفو كما شفتوا، تيفو رائع يحمل شعار ديما ماروك دائما المغرب. إذا كذلك شفنا يعني تعاون ما بين البراكنة، تعاون ما بين الناس الجهة الشرقية، وتعاون كذلك مع كل الأجهزة من أجل إنجاح هذا العرس الرياضي. طبيعة الحال فريق نهضة بركان خصو يستثمر ومن هذا الربح ومن هذا الرهان، اولا يعني يكسب ذاك الجمهور اللي جاب الامس، وثانيا كذا كيكسب دوك اللاعبين اللي مشاو للمنتخب الوطني الاول، لانهم غادي يقدموا اضافة لفريق نهضة بركان. والسيد طارق سكيتوي مدرب الفريق نهضة بركان نتمنى يستثمروا هذه الاشياء هذه فيما ينفعوا فريق نهضة بركان المقبل على اقصائيات، على مقبل على يعني المباراة هامة امام فريق مدغشقر. بطبيعة الحال مدغشقر بعيد على المغرب، الوغ خص نهضة بركان تمشي بكري معززة باللاعبين اللي كاينين في التشكيلة بطبيعة الحال، اللي كاينين في اللائحة الرسمية، في يعني غيابات وازنة، ولكن بالإضافة إلى غياب النمساوي اللي باقي له كذلك جوج مباريات. إذا نتمنى المهمة تكون سهلة لفريق نهضة بركان بطبيعة الحال، لأن المنتخب صافي كمل وتأهل. دابا خص نهضة بركان تأهل إن شاء الله لدوري المجموعات. دوري المجموعات كما كتعرفوا راه فيه ألي روتور، وفيه يعني مجموعة من الأشياء الجميلة لطبيعة الحال فريق نهضة بركان متعود عليها وعارفها وحافظها. إذا بالتوفيق لفريق نهضة بركان، بالتوفيق لفريق المنتخب الوطني المحلي بقيادة حسين عموتة الذي أبان الصراحة عن علو كعب المدرب المغربي، المدرب المحلي تحت أنظار وحيد خليلوفيتش مدرب المنتخب الوطني الأول. ثم شفت عموتة الضغط العالي في الشوط الأول، الضغط العالي الشوط الثاني، الرجوع نوعا ما الى الدفاع والوسط الميدان الدفاعي مع اللعب على المرتدات. برافو حسين عموتة، منتوج محلي خالص. برافو حسين عموتة، برافو كذلك المساعد ديالو والاستاف ديال حسين عموتة والجامعة الملكية المغربية كذلك اللي وفرت جميع الظروف لحسين عموتة. اذا نتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى كذلك انكم تكونوا حاضرين ان شاء الله العظيم في اللايفات القريبه التي ستخصص لفريق نادي بركان اللي غاب علينا وتوحشنا اخباره. بالامس انتصر على فريق المولوديه الوجديه بالملعب البلدي لمدينه السعيديه ب3-1. طبيعة الحال سجل هدفي 3 أهداف نادي بركان الكاس، وكذلك سجل الكاس وحمد العشير وباتريك كادو. إذا طبيعة الحال المولودية الوجدية ينتظرهم مباراة هامة هذا الأسبوع أمام الوداد البيضاوي، وما أدراك ما الوداد البيضاوي. طبيعة الحال المولودية الوجدية تهيئ لهذه المباراة بمباراة ودية أمام فريق نهضة بركان بطبيعة الحال الذي يضرب له ألف حساب في البطولة المحلية كذلك وفي القارة الإفريقية. بعض الأخبار، تربط السيد منير الجعوني طاقم المساعد لوحيد خليلوفيتش. نتمنى التوفيق للسيد منير جعوني، كفاءة عالية وخبرة وتجربة راكمها في فريق نادي بركان داخليا وخارجيا. نتمنى له التوفيق كذلك، ونتمنى ان فريق نادي بركان يطعم الصراحة، خاصنا تطعيم ستاف تكنيك بواحد المساعد مدرب عالمي. طبيعة الحال ما كرهناش من الجالية البركانية المقيمة بالخارج شي واحد يفهم في التاكتيك مزيان باش يساعد السيد طارق السكيتوي، ساعد في التاكتيك في الجانب النفسي، في الإعداد، في مجموعة من قراءة المباريات، إحصائية المباريات، مجموعة من الحوايج. نتمنى السيد طارق السكيتوي يتبناها سريعا، لان البطوله راه سريعه والافريقيا راه سريعه والوقت كيتمشى. وانتم يعني شفتوا الاداء ديال هذا العام، الاداء ضعيف ديال تقريبا جل الفرق المغربيه باستثناء الرجاء والوداد، يعني ما كاينش، وتطوان ما كاينش يعني شي اداء كبير في البطوله. بالتالي يعني نهضه بركان قدر هذا العام تنافس على البطوله بالتركيبه اللي عندها وبالتشكيله اللي عندها، خصوصا في ظل يعني تواجد الحوافز المادية والحوافز المعنوية والجمهور والأرضية واللوجيستيك. يعني نهضة بركان تسافر في الطائرة مبقاش تسافر في الحافلة، يعني مجموعة من الحوايج في صالح نهضة بركان خصها تستغلهم، خص اللاعبين ديالهم يستغلهم كذلك. التشكيلة غادي تمشي لمدغشقر، تمشي بلا النمساوي بطبيعة الحال،
وليت مشي بلا اللاعبين اللي ما كاينينش في القائمة، ونتمنى التوفيق لنهضة بركان في هذه التجربة، يعني أقصى بقعة في إفريقيا في ناراليفو عاصمة مدغشقر، يعني طبيعة الحال 5 أيام يعني خصهم يمشيو افون السيمانة. إذا سفر وسفر وأدغال 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 إفريقيا. عموما غادي يستمتعوا بالحضارة ديال مدغشقر وبالإسلام اللي كاين تما، ويزوروا بعض المآثر اللي كان فيها المرحوم المرحوم محمد الخامس رحمه الله. طبيعة الحال هذا البلد بلد أحمد رئيس الكونفدرالية، وكذلك البلد الذي أبهر القارة الإفريقية في الكان الأخير بمصر. إذا نتمنى التوفيق لجميع المنتخبات المغربية، ونتمنى التوفيق خصوصا لفريق نهضة بركان في هذه الرحلة الإفريقية وفي الرحلة ديال البطولة إن شاء الله. إذا ديروا بارتاج لهذا الفيديو، ديروا جام ولا ما ديروا الجام، ديروا ديزلايك كاع سيدي، واللي عجبو بارطاجي الفيديو مع الاخوان والاصحاب في الفيسبوك وفي الواتساب انستغرام في تويتر وكذلك في التيك توك. الاخوان ها هو اللي يعني تحت ديال لاباج اوفيسيال ديالنا الجديده، لاباج الاوفيسيال ديالنا القديمه مشات سينيالوها رجال البلاد، ما عليش احنا خدامين، المهم الفكر كاين والتواصل كاين والمواصلة كذلك موجودة ماشي مشكل. يقدروا يقتلوا باج جوج ثلاثة أربعة يقتلونا المواقع ماشي مشكل، المهم احنا عايشين وواجدين ونتحداو يعني الصعاب من أجل إيصال المعلومة والخبر في اللحظة والحين، وكذلك الخبر اليقين إلى جل وكل متتبعي أنا بركاني ميديا. إلى اللقاء وإلى لايف الغد إن شاء الله. بسلام عليكم، وأخيرا نقول دائما ورغم كل الظروف نعشق فقط 3 حروف RSP. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.